مدخل شريان الحياة لمدينة القدس باب العمود. اللوحة العظيمة من العراقة والضخامة بتكتمل بنبض الناس، مدرجاته لما تكون عمراني بالحياة وكأنه بيحتضنهم. هالباب اللي هو من أهم وأجمل وأكبر أبواب القدس العتيقة شاهد على القمع والمطاردة والتضييق ومعركة التهويد، مش من قليل سموه باب النصر. تتفرع عدة طرق للبلد القديمة، أشهرها طريق الوادي المؤدي للأقصى وأيضاً سوق باب خانسات وعدة أسواق أخرى. المهم أنتم مجرد ما تمشوا بباب العمود راح تشوفوا لوحة مقدسية مبهجة من الأسواق والحارات، وأهم أهم إشي ناس هالقدعانة.